شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. وها نحن إخوة الإيمان والإسلام نحتفل وإياكم في ليلتنا الثالثة هذه من ليالي هذا الشهر المبارك شهر رمضان، نحتفل وإياكم بأيامه ولياليه وبتلاوة القرآن خلاله، فقد اختص الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام بهذا الشهر الكريم وفضله العظيم. في مستهل هذه السهرة الرمضانية نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت وما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت لما تيسر من سورة الأنفال. الآن إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى هذا الحديث الديني من فضيلة الدكتور صبري غاياتي من شباب علماء وزارة الأوقاف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى عن صفات المؤمنين الصادقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ صفة وخلق من أخلاق الإسلام وأخلاق النبوة. حدث زيد بن سعنة أو سعنة رضي الله عنه قال: كنت حبرا من أحبار يهود وقرأت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعرضتها على النبوة، فرأيت فيه أخلاق النبوة جميعها إلا خصلتين لم أكن أعلمهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من علامات النبوة. أما الخصلة الأولى فأن حلمه يسبق جهله أو يسبق غضبه، وأما الثانية فلا يزيده الجهل عليه إلا حلما، صلى الله عليه وسلم. قال: وذات يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرات، وكان معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وجاءه رجل من الأعراب يقول: يا رسول الله، إن قومي دخلوا الإسلام وقد رغبتهم أنهم إن دخلوا الإسلام أفاض عليهم الله الحق تبارك وتعالى الرزق وفتح عليهم أبواب الرزق، وقد أصابتهم فاقة يا رسول الله، وأنا أخشى أن يرجعوا عن الإسلام. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ففهم علي بن أبي طالب وقال: والله يا رسول الله لم يبق من المال شيئا. هنا تقدم زيد بن سعنة رضي الله عنه وقال: ما تطلب يا محمد؟ فقال: أقرضني شيئا معلوما إلى أجل معلوم. قال: فأقرضته 80 مثقالا من ذهب. ثم مضى وقت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المدينة، وكان اليوم شديد الحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى جوار حائط من حوائط المدينة، فأتيته وأخذت بمجامع ثوبه في غلظة وقلت له: يا محمد أعطني مالي، فإني ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا قوم مطلع، أي يماطلون في سداد الحقوق. فجاء عمر بن الخطاب الله عنه وقال: أيها الرجل، أتفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وتعلم أني أضربك بسيفي هذا؟ ولما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذا الرجل ليعطيه المال ويعطيه الزيادة، قال: لماذا الزيادة؟ قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطيك هذه الزيادة جزاء ما روعتك. فقال: يا عمر،
تعلم أني كنت أعلم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت أن أختبره بهذا الصنيع، فإني أشهدك الآن يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصدق بنصف ماله على الفقراء والمساكين. هنا نأخذ العبرة من هذا الخلق الرفيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الحق تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هذا حديثا دينيا حدثنا إياه فضيلة الدكتور صبري غاياتي من شباب علماء وزارة الأوقاف، وكان هذا في إطار احتفالنا بليالي شهر رمضان المبارك وسهراته الطيبة. أيها الإخوة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يقبل دعوة الداعين، ويغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين. الآن نبقى مع هذا الابتهال وهذه الأدعية والمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، أرسل مديحك عاطراً يا حادي، أرسل مديحك عاطراً 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 وتغنى شوقا وتغنى شوقا وتغنى شوقا وتغنى شوقا وتغنى شوقا بالنبي الهادي. والزم بطيب الشدو ساحة مكة، والزم بطيب الشدو ساحة مكة، كالبلبل الصداح بين الوادي، وانشر على البطحاء ذكرى مولد مولد، وانشر على البطحاء ذكرى مولد مولد، عم الخلائق فضله المتهادي. ثم انطلق من مكة، ثم انطلق من مكة وشعابها كي تطرب الدنيا بلحن الشام.